بسم الله الرحمن الرحيم. بلبر بلسي واحدة من أهم أنواع البلسي. البلسي كلمة تعني الاعتلال المرتبط بالحركة. بلبر هي دلالة عن البلب اللي هو المدلة أوبلينجاتا. المدلة أوبلينجاتا شكلها يشبه شكل البصلة، فلذلك تسمى الأعصاب اللي تطلع من عدها وأي شيء يطلع من المدلة أوبلينجاتا نسميه بلبر، مثل البلبر نيرفز. أوكي، اللي هي من اللي هن العصب التاسع جلوسوفارينجيال، والعاشر الفيغاس، والحادي عشر الأكسسري، وتحديدا حتى نكون بسبيسيفيك هنا نقصد الكرينيال بارت من عنده، وهماتينا الهايبوغلوزال نيرف. احنا نعرف ان كل نيرف الى مجموعة من الوظائف. البلبر بلسي هو الديفكت اللي يصير فقط بالموتور فانكشن مالت النيرف. اوكي، وكل نيرف على قد وظائفه الى نيوكليوسات موجودة ببرينستم. النيوكليوسات مالت الموتور مالت التاسع والعاشر والتعش موجودات بنيوكليوس اسمها نيوكليوس امبيجيوس. اوكي، وال12 راح يكون موجودة بالنيوكليوس الثاني اللي هي الهايبوغلوزال نيوكليوس. زين، هذني الأعصاب اللي هن التاسع والعاشر والدعش والاثناعش حيكونها مسؤولة عن تغذية أماكن كلش حساسة وحيوية، مسؤولة عن الريجلوتيشن اللي هو البلع، وكذلك السبيتشنج اللي هو الكلام. هن من إنه هن أكيد التانج، وهن أكيد السوفت بلايت، وهن أكيد عضلات الستايلو فارنجس، وكذلك الفارنكس وبكل أجزائه اللي هن نيزو فارنكس، أورو فارنكس، ولارنجو فارنكس، وكذلك اللارنكس. أوكي، وعضلاتها. شنو الفرق بين البلبر بلسي والسيدو بلبر بلسي؟ من نقول بلبر بلسي يعني لور موتور نيرون. أوكي، يعني الخلل باللور موتور نيرون. ومن نقول سيدو بلبر بلسي الخلل بالأبر موتور نيرون. زين، شنو يعني لور موتور نيرون وشنو يعني أبر موتور نيرون؟ شباب، الأعصاب تدرون إنه عدها نوات صايرة ببرين ستيم. البرين ستيم يرتبط وياخذ أوامره من البريسنترال جارس، من الهاي سنترز اللي هن الكورتكس والانترنال كبسول والثلمس اللي تصير بي الكورديناشن. هذين المناطق يصحولهن أبر موتور نيرون لأننا النصائرات فوق المدلة أوبلينجات وفوق النيوكليوسات، فكل شيء فوق النيوكليوسات نصيح لأبر موتور نيرون. يعني الخلل إذا صار فوق النيوكليوسات نصيح له سيدو بلبر بلسي، وإذا صار جوا النيوكليوسات بالباثوي أو صار بالنيوكليوسات نفسها جوا النيوكليوسات، وين يعني؟ يعني بطريق العصب لحد ما يوصل إلى الموقع مات اللي هو راح يشتغل به، سواء كان موقعه بالعضلة اللي هو راح يغذيها، سواء موقعه بالمكان اللي راح يغذي. أوكي، فهذا سحوله لور موتور نيرون. والكوزز مالت البلبر بلسي كأن تكون تروما، يعني واحد انضرب على المدلة أوبلينجاتا ماته، على رقبته مثلا. اوكي، على هاي الجهة، فراح تضرب مناطق السوالوينج ومناطق اللي بتطلع من عندها النيرفات مالت البلبل نيرفز. اوكي، او ممكن يكون اوتو اميون ديزيز يضرب هاي المنطقة. اوكي، وبس المين كوز مالت الاصابة بالبلبر بلسي هو الستروك، الجلطة. فاذا واحد اصابة جلطة بهذه الشرايين المغذية لهاي المنطقة اللي هن من اهم شرايين تغذي هاي المنطقة وتفوت بيها، هن كان يكون البازيلر ارتري او الانتيير سبينال ارتري او الفيرتبرال ارتري او البيكي اللي هو البوستيرير انفيرير سيربلر ارتري. نحكي على السيمبتومز اسوسييتد وذ بلبر بلسي. واحد، ديسفاجيا،
الديسفاجيا اللي هو صعوبة في البلع. ليش أنا هنا انضرب عندي السوالوينج أريا، المنطقة مالت البلع، الفارينكس والسوفت باليت، ما راح يصير بيها تنشن، فالأكل راح يكون بصعوبة كلش في بلع. أوكي، هاي أول أول نقطة. ثاني نقطة اللي هي الديس أريثريا. ديس أريثريا يعني شنو؟ يعني مو مشكلة بالكلام بقد ما هي مشكلة في انه الاخر يفهم كلامك. يعني هنا الفكرة وين؟ انه المنطقة مالت الكلام هي اللارينكس، والعضلات مال اللارينكس مضروبة وماكو بيها انرفيشن، فهنا ما راح تقدر عضلات اللارينكس تتحرك بصورة صحيحة. وكذلك المنطقة اللي هي النيزوفارينكس ما بين الخشم وما بين الحلق راح تكون مفتوحة على بعضها، فلذلك تحس عبالك من جاي يحكي وياك عبالك جاي يحكي من خشمه، فهنا ما راح يكون الكلام مفهوم لك وواضح. اوكي، هاي ثاني نقطة اللي هي الديس أريثريا. ثالث نقطة اللي هي الديستونيا. هنا الديستونيا بمعنى انه احنا نعرف انه عضلات الستيرنوغليدوماستويد والترابيزياس وكذلك العضلات اللي تتحكم بالتانك هذني كلهن راح يروح من عندهن التغذية، يعني لانه الاكسسوري مضروب والجلوسوفارنجيال مضروبات، فهنا ماكو فد تون بالعضلة، ماكو فد قوة لهاي العضلة، فراح يساعدها الديستونيا. رابع شيء اللي هو ديسبنيا. الديسبنيا هو ضيق بالنفس، يعني هو لوجيكلي انه احنا ما طول المنطقة هاي كلها مضروبة، فاكيد هماتنا لازم يصير عندي ضيق نفس، لكن خوفك من شنو؟ خوفك انه ما يصير اكو كف. اوكي، انه ممكن تتطور ويصير ماكو كف، وبالتالي طبعا ليش ماكو كف؟ اكيد لانه الفيجاس مضروب. الفيجاس اللي احنا من نريد نسوي له ستيميليشن معين، هواي اكو انواع من الستيميليشن للفيجاس، بس احنا مو موضوعنا، بس انه الفيجاس هنا أنا مضروب، ممكن يصير عندي فيما بعد اسبيريشن. اوكي، ويروح النفس ويصير في مشاكل يعني عويصه. اوكي، هاي رابع شيء. خامس شيء اللي هو الجاج ريفلكس ابسنت. الجاج ريفلكس ابسنت هنا أنا راح يختفي. يعني شنو؟ يعني شو الجاج ريفلكس؟ يعني انا من اجيب التانج ديبرسر اللي هي هاي الخشبه واحطها يم السوفت باليت، والطبيعي الحاله الطبيعيه انه راح يصير اكو فد تلعب نفسه. اوكي، يعني راح تلعب نفسه لانه راح يصير اكو فد ريفلكس من الفيجاس وراح يستجيب لهذا الريفلكس ويسوي فد انه فد ريفلكس معين انه تلعب نفسه. اما هنا انت جبت التانك ديبرسر وحطيتها وما لعبت نفسه. اوكي، فهنا راح نتوقع اكو هاي المشكله اللي هي البالبوبرسي. الجو جيرك ريفلكس انه اني من اجي اخلي اصبعي على المندبل مالت البيشنت واجيب الهامر وادق على الاصبع مالتي، وراح يصير اكو فد ريفلكس معين انه الفم ينسد بطريقه يعني ضعيفه. اوكي، انما اللي عندهم هذا البلسي لا، ما راح يكون اكو اصلا انغلاق للفم، فراح يختفي اصلا الجوجر كل استجابة.